أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن أمي نصرانية، وإذا كلمتها هي دائما تقول إنها تحبني، فهل يجوز لي أن أقول لها إني أحبها مثل ما قالت لي؟ لا تظهر هذا لها، ولكن المحبة الطبيعية لا يؤاخذ. أما إذا أحببتها من أجل دينها فهذا لا يجوز، أما إذا أحببتها من باب العاطفة أو من باب المحبة الطبيعية فهذا لا بأس به. نعم.